المختار هادي الخلق من قول وفعل طاهر القسمات. من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. وقفتنا اليوم مختلفة لأننا في يوم مختلف، يوم من أيام الله تبارك وتعالى العظيمة. استودع الله تبارك وتعالى في هذا اليوم من الخيرات والبركات الشيء الكثير، يوم يتكرر علينا في كل عام مرة، يعتق فيه المولى تبارك وتعالى ما لا يحصى من البشر يعتقهم من النار. يتنزل الخالق سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم يباهي بأولئك الذين وقفوا على صعيد عرفات، يباهي بهم الملائكة. يوم جاءت فيه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم ووقفتنا عن يوم عرفة. تعلمون إخواني أخواتي أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من البشر الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم من الرسل، اصطفى من الأزمنة أزمنة فاضلة. رمضان زمن فاضل، العشر الأول من ذي الحجة فاضلة، يوم عرفة فاضل. اصطفى سبحانه وتعالى من الأمكنة أمكنة فاضلة، مكة حرسها الله، المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، أمكنة فاضلة. هذه الأمكنة والأزمنة العبادة فيها مختلفة. أي نوع من العبادة؟ صلاتك في الزمان الفاضل في المكان الفاضل أجرها مختلف، ذكرك إحسانك عملك الصالح إذا أوقعته في هذه الأزمنة الفاضلة في هذه الأمكنة الفاضلة هي عند الله تبارك وتعالى أعظم. ومر بنا هذا الحديث لما تحدثنا في الأسبوع الماضي، لما تحدثنا عن فضل الأيام العشر. دعوني أذكر نفسي وإياكم إخواني أخواتي بهذا الحديث العظيم، مر بنا كثيرا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتدبروا هذا الكلام الرباني، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: إن هو إلا وحي يوحى. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: افعلوا الخير دهركم. يعني الأصل أن أنا وأنت نفعل الخير في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم وفي صفر، نفعل الخير. افعلوا الخير دهركم. طيب، قال: وتعرضوا لنفحات رحمة الله. لا بس أحيانا في هذا الدهر ذي فيه نفحات كريمة، نفحات عظيمة عزيزة. طيب ماذا أفعل بها؟ قال: تعرض لها، لأن هناك من يعرض عنها، أنت تعرض لها، لأن في المقابل من سيعرض عنها؟ ما يستفيد منها من هذه النفحات يوم عرفة. قال: فتعرضوا لها، فإن لله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. الشاهد
أن الله سبحانه وتعالى اصطفى هذا اليوم. تصور هذا اليوم مر عليك في السنة مرة، العاقل الراشد الذكي ماذا يفعل؟ يقول يومه بيمر علي في السنة والله ما أفوته، أفرغ نفسي، أفرغ لنفسي لأستغل كل نفس في هذا اليوم، كل لحظة في هذا اليوم، كل ثانية، كل دقيقة ما تروح علي. أنا ما يدريني أن السنة القادمة يعني يمر علي هذا اليوم، هو المول اليوم هذا سيمر السنة القادمة، لكن على من سيمر؟ قد يمر هذا اليوم ولا يجدنا. فرصة اليوم أنك تضع شيء لك. وقد اتفقنا سابقا تكلمنا في هذا الموضوع، ترى اللي نحطه اليوم بنشوفه بكرة، اللي اليوم نضعه سنجده بكرة. وضعنا خير سنجد خير، وضعنا سوء سنجد سوء، وهذا واضح. بس ما عليك إلا تفتح كتاب الله وتقرأ. الله ماذا قال في كتابه؟ قال يوم تجد، يعني يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. ففرصة، خلنا نحط خير، والخير سهل، السوء هو الصعب، الصعوبة كلها في فعل السوء. الخير سهل، تقول لا إله إلا الله هذا خير، سبحان الله هذا خير، كلمة طيبة تجبر بها خاطر أحد من الناس هذا خير، إحسان تقدمه لإنسان هذا خير، تعين فقير أرملة مسكينة هذا خير، تتصدق فيه خير، تأمر بالمعروف تنهى عن منكر خير، تشفع لإنسان خير. الخير ما في مجال تعدده، لا يفوتك هذا اليوم، لأنه من أعظم أيام الدنيا يوم عرفة. هو أحد الأشهر الحرم، يعني هذا اليوم وقع في أحد الأشهر الحرم. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأشهر قال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم النفس في مثل هذه الأيام التي هي في الأشهر الحرم خطير، خطير جدا. ودعوني أذكر قضية، ترى من ظلم النفس أنك ما تفعل الخير. نفسك هذه حينما تعرض بها عن فعل الخير ظلمتها. إذا شفت الناس يصلون وأنت ما تصلي ظلمت نفسك، رأيت الناس يحسنون وأنت ما تحسن ظلمت نفسك هذه المسكينة. ارجع إلى الآية قبل قليل، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. آيات عظيمة. فهذا اليوم من علو شأنه أنه يوم في الأشهر الحرم. هذا اليوم في أشهر من أشهر الحج، شوف يتميز، يزداد إشراقا وإضاءة في أحد أشهر الحج. هذا اليوم هو أحد الأيام المعلومات التي قال الله تبارك وتعالى فيها ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الأيام المعلومات 10 ذي الحجة. يوم عرفة أحد الأيام التي أقسم الله تبارك وتعالى بها. الله لا يقسم إلا بعظيم، عظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. فماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال إنها عشر ذي الحجة. حديثنا اليوم عن هذا اليوم العظيم يوم عرفة. أخرج وإياكم في فاصل ثم نتواصل فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث عن يوم عرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يعمل صالحا فيه ويتقبله الله تبارك وتعالى. جاء رجل يهودي
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال، يخاطب عمر، قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يقول: عندكم آية في القرآن، لو كنا مكانكم لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية اتخذناه عيدا. قال عمر: أي آية؟ عن آية تتكلم؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم، نعرف ذلك اليوم، قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان الذي نزلت فيه، ليس اليوم فقط، حتى المكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، بعرفة يوم الجمعة، وهو عند المسلمين عيد، أعياد المسلمين منها يوم عرفة. يوم عرفة من أيام الأعياد عند المسلمين، كيوم الجمعة وكعيد الأضحى وكعيد الفطر. ميز الله تبارك وتعالى هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى أخذ فيه الميثاق على بني آدم، وآية عظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى نقرأها ولو تأملناها نجد هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حبر الأمة، ترجمان القرآن، تكلم عن هذه الآية فماذا قال؟ قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان بمنى عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر. في يوم عرفة، يوم عرفة عظيم، يوم العتق من النيران، اسمعوا ماذا قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب والدينا من النار. يوم عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه، من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو. قال: وإنه ليدنو يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. الشاهد: يوم عظيم تعتق فيه الرقاب من النار، فتعرض لهذه النفحة، لعل الله سبحانه وتعالى يعتق رقبتك من النار، ومن أعتقت رقبته من النار فقد نجا. للإمام الحافظ رحمه الله تعالى كلام جميل في هذا الباب. يعني قد يتصور بعض الناس أن هذا خاص بالحجاج الذين وقفوا بعرفة، وتعلمون في مثل هذه الأيام وقد قدر على الناس ممن أراد الحج أن لا يحج بسبب هذا الوباء، وهي مناسبة أيضا أن نسجل كلمة شكر وتقدير وإجلال لحكومة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان وولي عهده وحكومتها الرشيدة، نسجل لهم كلمة شكر لهذه الجهود التي تبذل لحجاج بيت الله الحرام، لزائري المسجد الحرام والمسجد النبوي، لهذه الجهود التي تقدم من سنوات
وستقدم بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تنكر، ولا ينكرها إلا إنسان غير عاقل. الآن في مثل هذه الأيام يقف عدد قليل من الناس، فهل يفوت هذا الخير الذي تحدثنا عنه ممن لم يقف عرفة؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويوم عرفة هو يوم العتق من النيران، أو قال هو يوم العتق من النار. قال: فيعتق الله من النار من وقف بعرفة، ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. من أهل الأمصار، أهل البلاد الواسعة. قال: فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا، لأن الله سبحانه وتعالى يعتق يوم عرفة هذا العدد الكبير من الناس، صار اليوم الذي بعده عيد لاشتماله لهذا الفرح والسرور. قال: عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده، لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. ذكره في كتابه لطائف المعارف. يوم عرفة هو اليوم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. يقول عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. يوم عرفة مما ميزه الله سبحانه وتعالى أنه يوم الدعاء. لا تفوت على نفسك أخي الكريم الدعاء في هذا اليوم العظيم. كم عندنا من الحوائج والرغبات، كم عندنا من الأشياء التي نريدها لنا ولأولادنا ولأسرنا ولمجتمعاتنا وبلداننا. يوم عرفة يوم عظيم لنشتغل بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا الوباء عنا، ويرفع هذا البلاء عنا وعن المسلمين وعن العالم أجمعين. الدعاء يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والدعاء أسهل ما يكون، لذا أعجز الناس، أعجز الناس يعني ما في بعدها واحد عاجز، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ما يفوت الإنسان يوم النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة كان على ناقته، واستمر على ناقته واقفا إلى أذان المغرب، كان يدعو عليه الصلاة والسلام، يرفع يديه يدعو، خطام الناقة في يده عليه الصلاة والسلام، سقط خطام الناقة من يده، أرخى يد واحدة تأخذ الخطام والأخرى مرتفعة. ادعو الله، نحن في حاجة، في أمس الحاجة. ادعو لنفسك، ادعو بصلاح أولادك وذريتك، ادعو أن الله سبحانه وتعالى يحميك من الدنيا وفتنها وشهواتها وشبهاتها. ادعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك سواء السبيل. قد يعيش الناس، بعض الناس في حيرة، خاصة في مثل هذه الأزمنة المتأخرة، انفتح العالم على بعض، وأصبح الإنسان الذي عنده عقيدة مؤمن بها بدأ يسمع عقائد وشبه. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الدين الحق، وأن يهديك سواء السبيل. احرص على الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء، خير الدعاء. تصور يعني لو كان عندنا دعاء ودعاء ودعاء ودعاء، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. شوف هذا شغل الأنبياء عليهم السلام. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة اشتغل بالذكر، بالذكر. سيأتي موضوع الصيام، لكن اشتغل بالذكر، لا إله إلا الله، سبح، هلل، كبر، كله يوم عرفة. ثم اختص من وقتك الدعاء لك والدعاء لإخوانك، دعاء لزميل تعرفه مريض في المستشفى،
يتعافى المريض وهو ما يدري. فإذا بك قد دعوت له واستجاب الله سبحانه وتعالى دعائك. ومسائل يوم عرفة متعددة وكثيرة أتي عليها بعد هذا الفاصل فاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا. لنقطف زهر نور ينعن ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني وأخواتي من جديد. وحديث عن يعني يوم عرفة، مما يميز يوم عرفة أنه يوم صيام يصومه المسلم. وضع النبي صلى الله عليه وسلم حافز لصيام يوم عرفة، قال يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة، السنة اللي راحت والسنة اللي بتجي. من فينا بلا ذنب؟ خبروني من؟ لا أنا ولا غيري، ما فينا واحد إلا ولا ذنب، ويا ليته ذنب واحد. ذنوبنا كثيرة، نسأل الله أن يعفو عنا، والخطايا كثيرة. طيب هذه فرص، هذه المناسبات، بعض العبادات فرص أننا نطهر هذه الأجساد من هذه الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. سيأتينا من يزهد في هذا الأمر ويزهد الناس في الصيام ويقول يا أخي توكم صايمين ستة من شوال، ويزهدك في الصيام، يعني لا يفعل الخير ويمنعك من فعل الخير. أو ربما شكك في صحة الحديث، وسبحان الله يعني لا ينشط، تجده لا ينشط في الإنكار على الناس اللي يفعلون الباطل أو الناس اللي يفعلون المنكرات أو البدع، وينشط مع الإنسان الذي يفعل الخير، يزهد سبحان الله. فأنا أوصيك وأوصيك أن تكون من الصائمين يوم عرفة، وانوي الصيام من الليل، لأن هذا اليوم عظيم لا يفوتك جزء منه. يعني بعض الأخوة يقول يعني شو أستيقظ وشفت نفسي ما أكل شيء الساعة 11 12 بدي أصوم عرفة، نقول ليش تفوت على نفسك الأجر؟ الأجر المذكور في الحديث لمن صامه قد بيت النية من الليل حتى تأخذ الأجر كله. ليش قلت قبل قليل احنا محتاجين حق كل نفس في هذا اليوم، كل لحظة كل ثانية. لكن ننبه على قضية غاية في الأهمية، يكفر السنة التي مضت والسنة التي تأتي، بس لا يقول الإنسان وقد وسوس له الشيطان، يقول له الله فرصة طول السنة كل الحرام وفعل الحرام وتسلط على الآخرين ويوم عرفة تصوم. لا، يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، هذه فيما يتعلق بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال في صغار الأمور، لكن حقوق الآخرين، يتسلط على حقوق الآخرين، يأكل حقوق الآخرين ثم يقول أصوم عرفة والموضوع سهل إن شاء الله. لا، كما قلت في الأسبوع الماضي، أموال يتيم أو فقير مسكين ما عنده قدرة ولا عنده قوة ولا عنده جاه تتسلط عليه، أو تفسد العلاقة بين أسرة، لأن هناك أناس مزروع يعني فيه الشر والحقد ويحب أن يقطع الصلات بين الأرحام. تجد أحيانا ربما أم ومتسلطة تمنع أولادها وبناتها من صلة أرحامهم، أو ربما تمنع زوجة الابن من أن تصل رحمها، متسلطة. أو كما قلنا كثيرا تجد أب يمنع أبناءه من أن يصلوا أمهم، أو يده طويلة في الحرام تسلط على حقوق الآخرين.
ويقول يوم عرفة أصوم، والموضوع سهل يعني جدا، يعني كفر السنة السابقة والسنة اللاحقة. لا يا أخي، حقوق الآخرين خطيرة جدا. تذكرون حديث المفلس؟ مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام سأل الصحابة قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، شوف، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، هذا في جانب، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، حسنات اللي جمعها، حسنات الصيام والصلاة والصدقة ويوم عرفة، فيأخذ هذا من حسناته، هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته. نعم، هذا العدل، يجلس يغتاب الآخرين أو يشب الآخرين ويتسلط على فلان، يقف حائلا بينه وبين ترقيته ودرجته مثلا، أو يشي إلى فلانة ويوغر صدرها على زوجها مثلا أو على أولادها. لا، هذا كلهم سيأخذون من الحسنات، فلا ينخدع الإنسان. نعم، نصوم يوم عرفة ونحن نأمل أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ما وقع منا من خطايا بغير قصد أو بقصد لكنها لم تكن في حقوق الآخرين. حقوق الآخرين لا بد لها من أن يتحلل الإنسان، واحد، وأن يرد المظالم اللي خذته ترده، سواء دينار أو ملايين الدنانير، اللي خذته من الآخرين يرد، وإلا يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء موجود. هذه أيضا فرصة. والمسائل في يوم عرفة مسائل متعددة وكثيرة، والحديث فيها يطول، لكني أكتفي بهذا القدر مع وصيتي لنفسي ولكم بثلاثة أمور. الأمر الأول: جعل يوم عرفة كأنه آخر يوم قد لا يأتيك، لا يتكرر عليك. املأه بالحسنات، املأه بالحسنات. وصيتي الثانية: اجعل انطلاقتك للتوبة من الذنب الذي نحن واقعون فيه، اجعل انطلاقة توبتك من يوم عرفة. ما فينا واحد ما عنده، يعني في بعضنا يعني عنده ذنب صار له 20 سنة ما قدر يتخلص منه، مثلا يشرب خمر مثلا، يعني عافانا الله وإياكم، يرتكب الفاحشة. اجعل هذا اليوم انطلاقة التوبة، بدأت من يوم عرفة، ستوفق بإذن الله. والثالث، الأمر الثالث، هذه وصية عزيزة: ادعو لنفسك، وأكثر من الدعاء لنفسك وادعو بصلاح ذريتك، وكن متأسيا بالأنبياء عليهم السلام. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه تبارك وتعالى وهو نبي، وهو الذي حطم الأصنام، حطم الأوثان، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو محطم الأصنام لكن خايف على نفسه، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا اليوم سنين عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وإياكم ووالدينا وأزواجنا وأبنائنا في صحة وعافية وأمن وإيمان. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستغل هذه النفحات المباركة خير استغلال. إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون.
منة المختار هادي الخلق من قول وفعل طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يانعي.